ومعنا نور. صباح النور يا نور. صباح الخير. صباح النور. شلونك يا نور؟ الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله دوم يا رب. نور اول مشاركه معنا ولا شاركتي من قبل؟ اول مره. اول مره. وانا سعيده يا نور بسماع صوتك ودائما تواصلي معنا. زين ان شاء الله يا نور. نور جاهزه حق السؤال؟ ايه. انزين ايش رايك اعطيك كلمه وتعطيني عكس الكلمه يا نور؟ انزين كلمه نور ما هو عكس نور؟ ظلام. ظلام. عفي عليك. ما هو عكس كلمه شمال؟ يلا اعطيك كلمه سهله. عكس كلمه شمال جنوب. جنوب. عفي عليك. اخر كلمه كلمه قديم. جديد. جديد. عفية عليك يا نور وشكرا على هذا النشاط. إجاباتك صحيحة. نتمنى لك يا نور عطلة نهاية أسبوع ممتعة. مع السلامة. ومعنا مشاركة نقول صباح الخير يا حمزة. صباح النور. شلونك يا حمزة؟ الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله دوم يا رب. حمزة جاهز حق سؤال اليوم؟ إيه. إنزين بسألك سؤال في العلوم جسم الإنسان. إنزين إيه. زين يا حمزة ركز معاي الحين. الفقرات عنق الإنسان كم عددها؟ فقرات عنق الإنسان كم عددها يعني؟ أعطي خيارات؟ إيه. إنزين هل هي 7 فقرات للعنق أو 5 أو 3؟ 7. متأكد؟ إيه. عافية عليك. 7 فقرات العنق. عافية عليك يا حمزة. هل حتساعدك ولا سمعت المعلومة من قبل يا حمزة؟ لا والله سمعت المعلومة قبل. جميل. عفية عليك يا حمزة. وجميل ان انت ما شاء الله حافظ المعلومة وما نسيتها والحين يوم سألناك ما شاء الله فزت معانا في التحدي. شكرا يا حمزة على هذه المشاركة الجميلة معانا. مع السلامة. ومعنا شهد. صباح الخير يا شهد. صباح النور. شلونك يا شهد؟ خير. شهد في اي صف؟ سادس. في اي مدرسة يا شهد؟ ايش؟ اي مدرسة يا شهد؟ اي مدرسة؟ المصرية للغات. شهد جاهزة حق السؤال؟ ايه. السؤال يقول لك يا شهد ماذا يسمى صوت الديك؟ يبدأ بحرف الصاد. شو نسمي صوت الديك؟ اعطيك خيارات؟ ايه. انزين ركزي معاي يا شهد. هل هو مواء ام صياح؟ صياح. متأكدة؟ ايه. متأكدة يا شهد؟ إيه. عفي عليك. صياح. ما حبيت اختبرك واشوف هل انت واثقه من الاجابه. صحيح صوت الديك يسمى صياح. شكرا يا شهد على هذه المشاركه الجميله معانا. مع السلامه. شو بتسوين يوم الخميس ويوم الجمعه ويوم السبت لما تبغين؟ اروح البيت جدتي. تدرسين ولا تدرسين؟ يعني في عطله نهايه الاسبوع نلعب بس ولا ندرس؟ نطلع ونلعب ولا ندرس بعد؟ ندرس. عافية عليك يا لولوة والله يوفقك إن شاء الله. لولوة ها؟ جاهزة حق تحدي اليوم؟ إيوة. بتفوزين علينا إن شاء الله؟ بتجاوبين؟ إن شاء الله. قيل إن شاء الله. إيوة إن شاء الله يا لولوة. لولوة لغزي اليوم يقول لك شنو هو الشيء اللي يرفع أثقال بس ما يقدر يرفع مسمار؟ هو لغزي لولوة ركزي. أساعدك؟ ايوه. زين هالشيء يرفع نقدر نقول احنا دائما نشوفه يرفع السفن بس ما يقدر يرفع المسمار. البحر. البحر. متاكده من اجابتك؟ ايوه. في عليك يا لولو. البحر هو الشيء اللي يرفع الاثقال بس ما يقدر يرفع مسمار. لما نحط المسمار في البحر نحصل المسمار عفوا نقدر نقول يغوص في البحر او ينزل في البحر. شكرا يا لولو على مشاركتك الجميله معنا. عادي اختي تشارك؟ اكيد عادي اختك تشارك. اعطينا اختك يا لولو. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. من معاي؟ حصة. في اي صف؟ رابع. في اي مدرسة يا حصة؟ مرخية. حصة؟ نعم. متى امتحاناتكم ان شاء الله؟ يوم الاحد. يوم الاحد. جاهزة حق الامتحانات؟ ايه. درستي ولا لحين؟ درستي. زين يعني نقدر نقول ان شاء الله حصة بتجيب العلامة الكاملة في الامتحانات ان شاء الله. إن شاء الله. الله يوفقك إن شاء الله يا حصة. حصة جاهزة حق تحدي اليوم؟ إيه. زين قولي لي اليوم أنا أحب بقولك أسامي بعض الحيوانات أبي يعني نقدر نقول أصوات هذه الحيوانات. تعرفين هذه أصوات الحيوانات؟ عفوا. إيه. زين يلا شنو صوت
الثعبان. شو اسم صوت الثعبان الأفعى؟ نعطيك خيارات عبد الله سبحانه، تعطيه خيارات. أعطيك خيارات، دبيب ولا فحيح ولا مواء؟ الأفعى. الأفعى شو اسم صوت الأفعى؟ فحيح. عفية عليك. زين القطوة، القطة مواء ولا فحيح؟ مواء. نفس صوت القطوة صح؟ ايه. عفية عليك يا حصة، وشكرا حصة على مشاركتك الجميلة معنا، مع السلامة. ومعنا مشاركة نقول صباح الخير، من معنا؟ معنا جواهر. صباح الخير يا جواهر. عليكم السلام. شلونك يا جواهر؟ جواهر ولا عليك امر، سكر الراديو وتواصلي معنا مره ثانيه، واكيد تسعدنا مشاركتك معنا. لكن نذكركم مستمعينا ان لما تشاركون معنا نقدر نقول نسكر الراديو او نقصر على الراديو، وكلمونا من التليفون عشان نقدر نكلمكم بوضوح وما ينقطع الاتصال. ومعنا زين. صباح الخير يا زين. صباح النور. شلونك يا زين؟ الحمد لله. نشيط اليوم يا نشيط اليوم يا زين ولا هو بنشيط؟ نشيط. ان شاء الله جواب. شنو سر هذا النشاط يا زين؟ يلا علمنا شنو سر نشاطك يا زين. جميل. ليش زين؟ ليش نشيط؟ شنو سر هالنشاط؟ ايش رايك تقول لنا ايش تسوي؟ بحث. ايوه. ودرست شوي، راجعت. بارك الله فيك. نم كتاب وراجعت. يا سلام. ولبست ومشيت. عافية عليك. زين نمت امس من وقت يا زين؟ نمت بدري؟ نمت يعني بدري. الساعة كم نمت أمس؟ الساعة 8. يا سلام عليك، نمت من وهل. أكيد راح ما شاء الله تكون نشيط، وإن شاء الله كل أصدقائنا دائما يناموا من وهل عشان يصيرون نشيطين. عبد الله جاهز تسأل زين اليوم؟ يلا إن شاء الله بسأل زين، وإن شاء الله أنه راح يجاوب علينا ويفوز معنا اليوم يا زين. زين. نعم. جاهز حق السؤال؟ نعم أنا جاهز. زين قول لي، أنت شاطر في الاجتماعيات، تحب مادة الاجتماعيات؟ يس. زين يلا بعطيك اسامي دول وعطني عواصم هذه الدول. طيب يا زين. أوكي. عاصمة الكويت. الكويت. شنو عاصمة الكويت؟ الكويت. متأكد؟ صح. متأكد؟ أكيد. زين يلا إجابتك صحيحة. شنو عاصمة العراق؟ العراق. شنو عاصمة العراق؟ بغداد. بغداد. عافية عليك. يلا آخر دولة، شنو عاصمة تركيا؟ إسطنبول. متأكد؟ ركز يا زين. لا إجابتك أكيد. إجابتك خطأ. يلا حاول مرة ثانية. حاول. عاصمة تركيا. عاصمة أيه. تركيا. فكر وخذ راحتك. أم الطيران. لا هذيك الإجابة، وأساعدك يا زين بس ما تنسى هذه الإجابة. أعطيني خيارات. أعطيك خيارات. يلا عاصمة تركيا، إسطنبول ولا أنقرة ولا بورصة؟ أنقرة. متأكد؟ متأكد. أنقرة هي عاصمة إسطنبول. إجابتك صحيحة يا زين، لكن لا تنسى هذه المعلومة، أنت كنت متوقع أنها إسطنبول، يمكن الأغلب يظنها إسطنبول، لكن عاصمة تركيا هي أنقرة. تمام يا زين. أوكي. شكرا يا زين على مشاركتك الجميلة معنا، مع السلامة. مع السلامة. ومعنا حمد. صباح الخير يا حمد. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا حمد؟ بخير الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله. دوم محمد ذكرني اي صف؟ ثالث. انزين يا محمد، يا حمد جاهز حق السؤال؟ ايه. انزين السؤال يقول لك يا حمد، سؤال في الاجتماعيات او خلينا نقول في التضاريس. انزين يا حمد. انزين. هو مكان مرتفع عن سطح الارض واقل من الجبل، فماذا يسمى؟ هو ليس جبل. الهضبة. الهضبة. عفي عليك. أو إحنا ممكن نسميه شنو أيضا؟ عنده اسم ثاني. بحرف التاء. تلال. التلال أو التل. عفي عليك. إنزين مكان مرتفع عن سطح الأرض وهو أقل من الجبل، ماذا يسمى؟ يلا عيد. الهضبة. التل. يلا قول التل. 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 عفية عليك يا حمد. حمد هذه المعلومة خلينا نقول سمعتها من قبل، أخذتها في المدرسة ولا؟ أخذتها في المدرسة. في المدرسة. عفية عليك. وإحنا دائما نقول جميل إن إحنا ما ننسى هذه المعلومات ونخليها دائما معنا، صح؟ صح. عفية عليك يا حمد. وجاهز حق الاختبارات؟ إيه. وإن شاء الله ناوي كم بتجيب صراحة؟ 97. إنزين ليش ما تقول 100؟
تقدر صح؟ تقدر أمير؟ تقدر صح؟ قول أمير، قول أمير. مية إن شاء الله يا حمد، تبشرنا بالعلامات الكاملة ويوفقك إن شاء الله في كل امتحاناتك. شكرا يا حمد على هذه المشاركة الجميلة معنا، مع السلامة. مع السلامة. ومعنا حمد، صباح الخير يا حمد. صباح النور. إيش حالك يا حمد؟ طيب. حمد في أي صف؟ ما أسمع. في أي صف يا حمد؟ صف خامس. في أي مدرسة؟ أكاديمية المهر. حمد عليك يا أمر، سكر الراديو عشان تقدر تسمعني بوضوح وأسمعك بوضوح إن شاء الله. شكرا يا حمد. ألو، سكرت الراديو؟ إيه. شكرا يا حمد. حمد قلت لي أي مدرسة؟ نعم. في أي مدرسة؟ أكاديمية المهر. أكاديمية المهر. حمد شنو معلوماتك العامة؟ زينة. حمد سؤالي لك يقول، ما هو الطائر الذي يلد ولا يبيض؟ يلد ولا شنو؟ ما يبيض. ما يبيض. الطائر اللي يلد ما يبيض. تبي خيارات؟ ايه. زين، النورس ولا الحمامة ولا الوطواط؟ الخفاش. متأكد؟ ايه. عافية عليك يا حمد، اجابتك صحيحة. انت متأكد من اجابتك ولا بس توقعت يا حمد؟ متأكد من هذه الاجابة ومرت عليك المعلومة من قبل ولا توقعت الاجابة؟ توقعت الإجابة. أهم شيء لا تنسى هذه المعلومة يا حمد، أن الوطواط أو الخفاش والطائر اللي يلد ما يبيض. شكرا يا حمد على مشاركتك الجميلة معنا. عادي أختي تشارك؟ أكيد عادي أختك تشارك. عطني أختك حمد. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. من معاي؟ ها؟ من معاي؟ مهرة فهد على مبارك. والنعم مهرة، ولا على شمر. ممكن تسكرون الراديو وتسمعوني من التلفون لأني ما أقدر أسمعك بوضوح. إن شاء الله. شكرا يا مهرة. نعم. بعد سكر الراديو اللي احنا نسمع صوت الراديو. قصرنا. شكرا يا مهرة. مهرة. نعم. قولي لي شلون معلوماتك العامة يا مهرة؟ زين. عندي لك لفظ صعب بجاوبين عليه ان شاء الله. ايه. شنو هو الشيء اللي ما يمشي الا بالضرب؟ اساعدك. ساعدني. زين، اعطيك خيارات. ايه. النملة ولا المسمار ولا الكرسي؟ المسمار. متأكدة؟ إيه. إجابتك صحيحة يا مهرة، المسمار ما يمشي إلا بالضرب. دائما لما ندخل المسمار نقدر نقول الطوفة، لازم نضرب المسمار عشان نثبت المسمار، صح يا مهرة؟ إيه. عافية عليك يا مهرة، وشكرا يا مهرة على مشاركتك الجميلة معنا، مع السلامة. أتمنى أكيد لأصدقائنا كل التوفيق، واليوم طبعا سألناهم عبد الله عشان نجهزهم أكيد ويتهيئون للاختبارات. أما بالنسبة للمعلومات العامة فلسنا غنى أكيد أن احنا دايما نطور بمعلوماتنا، نحاول نقرأ ودايما نحرص مع أصدقائنا ونذكرهم أن القراءة مفيدة، وجميل أن تكون عندي معلومات وما أنساها. يعني لو نلاحظ عبد الله، بعض الأصدقاء ما شاء الله جاوبوا وقالوا لنا إنه والله هذه المعلومة أخذتها في المدرسة، سمعتها في مكان، فجميل إن إحنا نحتفظ بهذه المعلومات ونستفيد منها. وصلنا لختام حلقتنا للأسف اليوم، قبل ما نختم.